بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في أحكام القرآن، أو في برنامج أحكام القرآن، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض كان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، هذا إنكار من الله جل وعلا على من كفر برسله وصد عن سبيله، وأنه ضل ضلالا بعيدا، لأن الهداية في اتباع الرسل والضلال في مخالفة الرسل، لأن الرسل جاءوا يدلون على طريق الله وطريق الجنة، فمن لم يستجب لهم فإنه ضل الطريق إلى الجنة وأخذ بطريق النار، وهو الضلال البعيد. وفي قوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بيان أن الكفار لم يقتصر كفرهم على أنفسهم، وإنما هم يضلون غيرهم ويصدون غيرهم عن سبيل الله، ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام. فجمعوا بين جريمتين: جريمة الأولى أنهم كفروا بالله ورسله، والجريمة الثانية أنهم صدوا غيرهم عن الإيمان بالله ورسله، فتحملوا وزرهم ووزر من أضلوه عن سبيل الله. وهذا ديدن الكفار في كل زمان ومكان، فالكفار في الغالب لا يقتصر كفرهم عليهم، وإنما يحاولون أن ينشروا الكفر في الأرض وأن يمنعوا وصول الإيمان إلى الناس، فهذا شأنهم وهذا ديدنهم، فلا يحسن الظن بهم. قد يكون منهم من هو عاجز عن الصد عن سبيل الله، كالكبير الهرم والصبي والمرأة والراهب، فهؤلاء يقتصر كفرهم على أنفسهم ولا يقومون بنشر الكفر في الأرض، بخلاف الأقوياء الألدة وهم الغالب، فإنهم يصدون عن سبيل الله، فلا يمكن أن يطمئن المسلمون إليهم. وإن أبدوا شيئا من التوافق أو أبدوا شيئا من التسامح كما يقولون، فإنهم لا يؤمنون، لأنهم لا يتركون حرفتهم الخبيثة وهي نشر الكفر ومنع الخير عن الناس. فلذلك أوجب الله جهادهم بالسيف والسلاح لأجل منع شرهم عن الأرض.
وهذه هي الحكمة من تشريع الجهاد، أنه لو لم يقم الجهاد لانتشر الكفر في الأرض بسبب الكفار المعاندين، فهم يقاتلون لأجل أن ينقمع الكفر وأن يقوى الإسلام في الأرض ويأخذ طريقه إلى الناس. قوله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بيان أن ضلال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أنه ضلال بعيد لا نهاية له، لأن الضلال يتفاوت، منه ضلال خفيف وضلال قريب يمكن أن صاحبه يتراجع عنه، لكن الضلال إذا كان بعيدا فإنه يكون مستحكما ويندر أن صاحبه يتراجع عنه، فهذا هو الذي يستفاد من قوله ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا، كفروا بالله سبحانه وتعالى وبرسله وظلموا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم وضعوا العبادة في غير موضعها وهذا هو ظلم الشرك، وظلموا الناس بالقهر والغلبة والاستيلاء على حقوقهم وعلى حرياتهم التي أعطاهم الله إياها، فظلموهم وظلموا أنفسهم أيضا في إخراجها من طاعة الله إلى معصية الله ووضعها في مواضع العقوبة بدل أن يضعوها في مواضع الخير. فالظلم إذن ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه وهو ظلم الشرك والكفر، وهذا هو أعظم أنواع الظلم وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. والنوع الثاني ظلم العباد، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون عن الظالم أو أخذوا حقوقهم منه واقتصوا منه. وظلم العبد لنفسه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وإن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، هذا المراد به ظلم الشرك، وكذلك ظلم العباد، فإنه ظلم الشرك لا يغفره الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك ظلم العباد لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون أو أخذوا حقوقهم، فإنهم لا يبرؤون من ظلم الناس إلا بهذين الأمرين، إما إعطاء المظلومين حقوقهم وإما بمسامحة المظلومين عن حقوقهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فالله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الظالمين، بمعنى أن من آثر الكفر على الإيمان والباطل على الحق عن عمد وعن عناد فإن الله سبحانه وتعالى يحرمه من الهداية عقوبة له، بخلاف من يفعل المعصية أو الجريمة عن غير عناد وعن غير تعمد وإنما لهوى أو لشهوة في نفسه، فهذا حري أن يتوب الله عليه، حري أن يهديه الله للتوبة لأنه قريب، بخلاف من عاند وتعمد وكابر فإنه سد على نفسه باب الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالهداية والضلال لهما أسباب من قبل العبد، فمن فعل أسباب الهداية هداه الله سبحانه وتعالى، ومن فعل أسباب الضلال أضله الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.